كونكورد والذي لا يزال تشير نتيجته إلى التعادل السلبي دون أهداف. هنا الركلة الركنية الأولى لمصلاة الكونكورد في هذه المواجهة. الكرة لمصلاة أزرق العاصمة برأسية محاولة والهدف الأول، هدف المباراة الأول لمصلاة نادي الكونكورد في هذه اللحظات، وبرأسية اللاعب رقم 19 آدم أمبوج. تمريرة الواحد واثنين، الثالثة نحو الجهة اليسرى، الرابعة إليه. هنا المحاولة على مشارف في منطقة عمل تسديد لكنها بعيدة، والمطالبة بوجود ركلة جزاء، الحكم كان قريب. هنا استقبال عن طريق أمبوج، دخل أمبوج، يحاول أمبوج بتسديدة قوية خطيرة، والكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لفريق الكونكورد في هذه اللحظات. حسن، وفي هذه اللحظات السيد قي إبراهيم يشير إلى نهاية شوط المباراة الأول بتقدم لفريق الكونكورد على حساب فريق الحرس هنا في إطار المباراة. الإسعافات الأولية في هذه المباراة، كرة تعود من الجهة اليسرى خاطئة، بعد ذلك تلعب كرة طويلة نحو الأمام، هدف المباراة، والمتابعة والحكم يشير إلى هدف. إذن في هذه اللحظات هدف ثاني لصالح الكونكورد في هذه المباراة، بعد طبعا عملية وبعد إرسال مميز من جانب لاعب فريق الكونكورد. تعود الكرة لصالح فريق الحرس، خطيرة الكرة، ليس هناك وجود حالة تسلل، لكن تبعد بعد ذلك الكرة الأخيرة. اللاعب أبو، كرة تعود، تبريرة لفريق الحرس، انطلاقة من الجهة اليسرى، هنا العرضية، وبعد ذلك الكرة إلى ركلة مرمى. العمليات ترسل بعيدة، والكرة طالت إلى ركلة ركنية، الركنية ستنفذ داخل منطقة العمليات. في هذه اللحظات نهاية المباراة بفوز فريق الكونكورد على حساب فريق الحرس الوطني في إطار المباراة.